بوان جمعيتي شمس فيمو جمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموكم بوان جمعيتي. بوان جمعيتي اليوم يا جماعة باش نحكيه مع جمعية تجار بنجردين ومعنا في التليفون إيمان الرزقي. مدام إيمان أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات إذاعة شمس فيم. أهلا مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا به. كان نبدأ من الأول اللي يسمعوا فينا جمعية تجار بنجردين من وقتش بديت وشنو تعمل بالضبط؟ جمعية تجار بنجردين هي جمعية محلية مستقلة الصبغة نتاعها صبغة تنموية، تأسست في 29 جويلية 2016 ومسجلة بالرائد الرسمي في 7 جانفي 2017. الأهداف نتاعها اللي تخدم عليها هي دعم التنمية المحلية المستدامة المساهمة في تحسين وتطوير السوق والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار. الحاجة اللي نحكي عليها في الجمعية تأسست باش تدخل النور الكهربائي للسوق المغاربية، هذا البيت اللي تعملت عليه تأسست عليه الجمعية. به معناه الجمعية تأسست لحاجة معينة والمشكل معين في بنجردين اللي هو أنه السوق ما كانش فيه إلكتريسيتي، ما كانش فيه ضوء. صحيح هيك. به وتعمل الضوء توا ولا شنو عملتوا ساعة في أول حاجة؟ مازلنا نخدم عليه الحاجه هذه قطر حاجه كبيره والكل معناتها مش بالساهل تتعمل، وانتر اوتر اللي قاعدين نخدموا معناتها في الاهداف الاخرى معناتها اللي هي كما قلت دعم التنميه المحليه والدفاع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والتكوين التجار حاجه معناتها كما هيك. به فسر لي الهدف الاولاني هكا نحب نركز معاه شويه. انا السوق في بنجردين علاش هي من الاول ما فيهاش يا اخي ضو؟ هي مشكلة انها كانت السوق المغاربية كان على الملكية متاعها في وزارة الدفاع، ومن بعد باش بدي يقول على وزارة بدي على ملك بلدي، معناتها المشكل متاع انه باش يتدخل النور الكهربائي تحب لها برشا فلوس، معناتها بالاخر دراسة عملت اللي هي اكثر من 700 مليون. معناتها معناها انستالاسيون كبيره، معناها يلزمها امكانيات وكل شيء كبيره. وتو قاعدين خدمنا حتى احنا بروجي على المسائل الاجتماعيه اللي هي نحب نحطوهم معناتها التجار، ونحب نحطوا البلديه في طاوله الحوار باش يحكوا، باش التجار يحبوا معناتها البلديه تحب التجار يعملوا دي كونترا. وما تعرف معناتها غلق المعبر الحدودي براس الجدير والكل، التاجر اليوم حاس بروحه معناتها كأنفاق، ماهوش ما يديرش على روحه اسكو اليوم هاو حال معناتها المتجر نتاعه غدو ممكن ما يلقاش السلعه باش ينصب، دونك يقول لك زيد باش نعمل الكونترا. والله سؤال الجلبالي انا توا، على قداش نحكيو على قداش عدد التجار اللي قاعدين نحكيو عليهم في السوق هذايا؟ كانوا 400 في زون 420، ما تطور اشماله ويتقلص معنا العدد هذا، لخاطر انا كما قلت لك معناتها تم مشكله نتاع انسياب السلع معناتها من شقيقه ليبيا والكل، وغلق متكرر نتاع المعبر الحدودي والكل، دونك وزادت عليها الكورونا معناتها هيك اللي غلق ديفينيتيف معناها ما تمش. هذا هو به لي بروجي الاخرين اللي تخدموا عليهم بخلاف السوق المغاربي في بنجردين. بالنسبة لأول مشروع خدمناه هو مشروع تطوير مهارات الشباب التجار لتعزيز فعالياته في الحياة العامة، اللي هو ممول من طرف المجلس الدنماركي للاجئين على امتداد 3 أشهر. كان في 2017 أول مشروع خدمناه، معناتها هي جمعية العمر نتاعها مش برشا، معناتها قاعدين نحكي على 3 سنين من التأسيس. المشروع الثاني هو كما قلت لك هذا اللي حكيت لك عليه، هو مبادرة دعم الشفافية الحكم المحلي لبنجردين اللي هو ممول من طرف البنيت، واللي في الإطار دعم المسائل في القطاع العام. المشروع هذا حبينا نقيم حتى الخدمات في السوق المغاربية، وخرجنا ببلون داكسيون وعملنا منه، والباقي خليناه للبلدي معناتها اللي قدرنا عليه احنا في إطار المشروع خدمنا، والباقي في بلون داكسيون باش تعملوا البلدية معناتها بالتنسيق مع التجار والهيكل المعني. معناها هذه خدمة ما بينكم انتوما ما بين البلدية، معناها خدمة متكاملة. اي هكاك وزاد حتى من مهم ياسر، خاطر كي نحكوا على تاجر نحكوا على انه ما يحبش يدخل السوسكي معناتها منظم كذا، ما يحبش يدخل اداره، فهمتني؟ معناتها مهم ياسر ان نوفروا له فضاء
انرجي لوتيريتي لوكال اللي هي متمثله في المجلس البلدي والبلديه نتاع بنقردان، والجو يجو هما التجار سلم التجار يبدوا يتفاوضوا ويحكوا، وكل واحد يحكي على المشاغل نتاعها وشنو هي السوليوشن اللي تنجم تكون معناتها في الاطار. معناها يخموا في حرور مع بعضهم بعيدا عن التعقيدات الاداريه وتطويل المشاور كله. نحن خاطر هو ما تلقاش تاجر هكاك باش يدق الباب على البلديه ويشوف ويقول والله مستحقك الحكايه، خاطر هما ما استنسوش معناها خطر. احنا كي نحكوا على التجار وعلى السوق المغاربيه والكل نحكوا على حاجه مش منظمه مش مهيكله. هذا هو اصلا البيت نتاعنا الكبير خلاص، ان معناتها من معناتها انشطه غير مهيكله والكل نحب رجاء نقنوا على العباد اللي راهو المهيكله راهو يحميك وتسا معناتها. وهذا الكل يلزم وقت في الاقناع وفي التجار بيدهم. من أصعب الحاجات اللي تنجم تخدم عليها تخدم على المونتاليتي، معناها سي با فاسيل انك تخدم على في ليله ونهار باش تبدل المونتاليتي من اللي هو كان مستانس معناها يجيب شوي سلعه ونقول احنا ننصب بها معناتها ويعرضها للفرعفاء والكل، تجي انت تقول لا والله راك لازمك معناتها تحكيها ونحكي على ديكلاراسيون على قباضه ونحكي على مش بالساهل. ولو انه الخدمه على المونتاليتي هي من اصعب الحاجات حتى في الدور نتاع المجتمع المدني. بالضبط جوست باش نرجع معاك هكا واحنا نحكي، ونحب نرجع للنقطه الاولانيه شويه هكا قبل ما نكملوا الانترفيو تاعنا. مالك كمل المشاريع طوف الاخر نرجع للنقطه. بالنسبه عندنا المشروع اللي انضاع خدمنا على الشباب فاعل شباب مبادر اسم المشروع هذا، اللي هو يندرج في اطار الرؤيه القطاعيه للشباب ممول من طرف الاثنين واللي امتد على ستة اشهر. في البروجي هذا خرجنا بنادي بادر، نادي بادر هو في دار الشباب بنقردان اللي يعنى بالمبادرة الخاصة وبحث المشاريع. من خلال النادي هذا حبينا نقرب المعلومة خاطر نعرف احنا معناتها في بنقردان ناقصة معلومة، ممكن ثم بار اكزومبل منح معناتها هم يبدو ما يعرفوهاش، هكا علاش كان نادي بادر. المشروع الآخر اللي هو جديد لازمنا كي صححنا المده الاخرانيه مع الكونترا مع الاثنين، خدمنا برشا مع الاثنين في اطار تحسين النفاذ للعدال بولايه مدني. المشروع هذا سميناه الانسياتيف لوكال دافيا لا جوستيس ابينغاردان، التمويل نتاع كما قلت اللي هو اثنين وبالشراكه مع وزاره العدل. المشروع هذا خدمنا على رجعنا للتجار، معناتها نحبوا نخدموا على تحسيس التجار خاطر مهم ياسر كي نحكوا على الجوستيس ونحكوا على التجار، خاطر يجيب في مثال باغ اكزومبل يجيب سلعه ويجيك كلك في الديوان يقول لك هذه راهي ممنوعة، ولا هو ماذا بينا يكون هو فاهم معناتها شنو هو اللي قال شنو مش اللي قال شنو هو الحقوق وشنو هو واجباته، هو بيدو باش يعرف شنو ليه وشنو عليه بالضبط. شنو عليه صحيح هكاك. في المشروع هذا باش نعملوا دورات تكوينيه في السوسيتي كوميرسيال وباش نعملوا في الدروا كوميرسيال ونعملوا في الدروات الضراري اللي شفناهم اكثر وحدين معناتها اللي تام اكثر وحدين معناتها اللي يهموا ينجموا يهموا التاج. بالاضافه للابليكاسيون درويد باش تكون فيها البروسيدير ولي ديمارش في الاكسي على جوستيس. حاجه اخرى حابين حاجه هيك تيونفونت شوي ان باش السونسيبيليزاسيون باش تكون عن طريق بيس تياترا باش تكون تحت بحث السوق المغاربية هكاك، حتى العباد معناتها الحرفاء والكل باش المواطنين معناتها اون جينيرال باش معناتها يعرفوا الكونتوني اللي باش تكون معناتها الكترات السوجي هذا معناتها بمانيير سامبل وفاسيل معناتها باش تتفهم. المشروع اخر نخدموا على الحراير، معناتها نحكوا على الحراير نحكوا على النساء الحرفيات في بنقردان، وكما نعرفوا معناتها نقولوا شنو هي العلاقه ما بين النساء الحرفيات. النساء الحرفيات اون فان تو هم تاجرات معناتها قاعدين يخدموا عندهم صناعه دي برودوي ارتيزانال يصنعوا دي برودوي ويبيعوا فيهم. صحيح هكاك. المشروع هذا يندرج في برنامج بلادي اللي هو من دعم اميديست وشانتي وجمعيتي. المشروع هذا يهدف الى تمكين المراه الحرفيه بمدينه بنقردان اجتماعيا واقتصاديا. كيفاش هو التام تاعها في البريفونسيون ديال الاكستريميزم فيولون؟ عملنا لهم برشا دورات تكوينيه، هو ديجا هو في ستاد دو فينال عملنا لهم في التكنيك دي كومونيكاسيون، عملنا لهم في جيستيون دي بروجي وفي الماركتينغ، وعملنا لهم زاده في الاكستريميزم فيولون. هكاك احنا الفكره هذه انطلقت
ما عرفش كانت اسمها بالضربة مارس نقول احنا مارس 2016 اللي هي سالتك الضربة الإرهابية واللي كنت حاضر أنا كنت على عين المكان غديك ما عندي جاذك علاش نعرف بنقردين بلي هاي هيا به ضربة ما ريت اللي يغيظك معنا في ضربة مارس وقتها اللي اللي يضرب واللي مات زوج من أولاد بنقردين حنيد الفكرة انطلقت من منها انطلقنا منها انها علاش لا المرأة معناتها في 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 دارها تفهم كيفاش التصرفات نتاع صغارها معناتها اكيد باش يكون معناتها اللي ماشي متوجه نتاع على الاكستريميزم ديالو اكيد باش يكون معناتها تصرفات ماشي غلط فما حاجات باش يظهروا عليه نقولوا نحن باش يظهروا عليه الحاجات هيك ممكن مرأة عادية ما عندهاش فكرة على الموضوع ممكن معناتها ضيع لها معناتها تنجم ولدها يمشي يضيع وهي ما في بالهاش على هكا كان المشروع هذا وباش كونناها في التسكية معناتها كيف التعريف متاعها شنو المفاهيم المجاورة شنو هي العوامل متاعها شنو هو المظاهر شنو هو التصرفات متاع البيرسون فوا دي ليكستريميزم فيولون هذا هو معناتها وبعدين معناتها مازلنا باش تبقى مع انسي اخرين انسي تعدي لهم هكا الديفيزيون دي ميساج معناتها اللي لاكي نتاعها باش تعديه لانسي اخرين وانسي اخرين هكا يعدوها هكا تبدا التروباغاسيون نتاع ميساج اللي حبينا عليه نتاع الفكره خاطر يقول لك لي دي اي كونتاجيوز دونك يتفسر العشرة من الناس عباره فسرت ل 100 به الحاجة في الاخر اللي نحب نختم بها تساؤل من عرش يمكن بالكش لعلى جي الفكرة من عندي انا في حكاية الالكتريسيتي للمرشي متاع بنقردين فماش مشكلة فماش فكرة ولا هكاية شوية متاع فوتو فولتايك غديكة وين المرشي ما تنجمش تحل المشكلة ولا لا مش مشكلة مش متاع فوتو فولتايك هم يحبوا يعملوا السوق مع بحكم ما ثم المنطقة الحرة والمنطقة منطقة التبادل التجاري الحر في بنقردين هيك البلدية تو عندها فيزيون انها باش تعمل تهيئ السوق المغاربية اللي باش يكون حاضر للحكاية هذه انا في هو ما في 2023 باش يكون حاضر المنطقة التبادل الحر هذه باش تكون حاضر في 2023 التخمام نتاع البلدية انها باش تهيئ دي تيسورت انه يكون حاضر معناتها يواكب التطور هذا نتاع المنطقة الحرة والمنطقة فهمنا الموضوع شنو بالضبط ديجا هم في معناتها الباير دوفون اللي باش يعطيهم الفلوس يمكنها من اشارت عليهم حكاية اللي كونترا اما التجار معناتها مش بالسهل انه هو راك تجي كديت لهم تعذر معناها بالحق خاطر هو قاعد يعيش في حاجه انستابل اليوم يبيع غدوه به يبيع ومن بعد ما عندهاش من بعد ممكن ما عندهاش خاطر يخمم لك في نهار اليوم يخمم لك شي الون تيرم وعنده الحق قلت لك معناتها اليوم هاي يمارس في التجاره اللي التجاره البينيه والكل اما نهار اخر ينجم يبدل النشاط نتاع يقول لك ما ننجاجيش روحي اني بان كونترا مع البلدية نبقى نخلص والكل واللي طو اني ما نديرش على روحي اسكو نهار غدوة ما تبش نبقى فيه ولا واضح وصريح إيمان رزقي من جمعية تجار بنقردين برشا خدمة تخدم فيها الجمعية هذية سورتو على التوعية وعلى المونتاليتي خدمنا زادة حتى على الكوفيد معناتها خدمنا حتى زادة حتى في الترد نتاع الكوفيد حبينا خدمنا زادة حتى على السوق المغاربية كيفاش حسسنا وكيفاش وزعنا ليزال وخدمنا زادة على السبيطار عطيناهم المواد التعقيم البلدية كيف خدم معناتها بالتنسيق ديما مع كل الأطراف المعنية بالحاجة هذه واضح وصريح ويعطيكم الصحة جمعية تجار بنقردين إيمان رزقي نورتنا وإن شاء الله من هنا لين تولي موجودة لمنطقة التبادل التجاري الحر تكونوا لتوما حضرتوا القاعدة والباس في المونتاليتي وفي الانجاجمون نتاع هذا هو أصلا هذا الخدمة نتاعنا الكبيرة اللي نحبوا عليها معناتها نحبوا نوصلوا لها والكل شكرا جزيلا إيمان رزقي من جمعية تجار بنقردين وكانت هذه عايشك تشاو تشاو في الأمان كانت هذه يا جماعة بوان جمعيتي بوان جمعيتي شمس فيم جمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي